استقبلت مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين لليوم الرابع على التوالي ولمدة شهر بكافة مدن البحر الأحمر لتوفير سلع مخفضة للمواطنين. وشهدت المنافذ إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على التوافد لشراء المستلزمات بأسعار وصلت نسب التخفيض فيها إلى 60%، حيث تتوافر الشوادر بكافة المستلزمات لا سيما السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنون مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة وغيرها من السلع الأخرى. وأكد عدد من أصحاب السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة حرصهم على المشاركة وتقديم يد العون للمواطنين في إطار الشعور الوطني ومساعدة الغير ومحاولة منهم لمنع أي ممارسات احتكارية.